إيران تلوح بالحرب. الرئيس الإيراني يهدد بمنع تصدير النفط من الدول العربية. عندما يقولون إنهم لن يسمحوا بتصدير النفط الإيراني، فهذا يعني أن نفط المنطقة بأكملها لن يصدر. روحاني يقصد مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي يمر عبره 40% من صادرات النفط في العالم، وسبق أن هددت إيران بإغلاقه في مخالفة صريحة للقانون الدولي. روحاني يقصد أيضا مضيق باب المندب الذي يمر عبره 13% من إنتاج النفط العالمي، ومولت إيران ميليشيا الحوثي التابعة لها للسيطرة عليها، لكن عاصفة الحزم أفشلت مخطط الملاذ في باب المندب. تهديد إيران يفضح الوجه القبيح للملاذ ويكشف سلوكهم الإجرامي ويؤكد خطرهم على الاقتصاد العالمي.